Shine. يستعبد لكن نقص في الجرحى والقتلى. نفس الشيء هذه عدم ملازمة اليمين وخطورة الحوادث نقصت مواظبة تيان. هذا يساوي عدم الانتباه كما قلت سيادتك السلام باش نخدموا عليها. حوادث المترجلين نقول 78 قتيل بنسبة 28.6% من المجموع العام للقتل. معناتها تسمى نتائج كبيرة. هذا تدخل فيه معناتها المترجلين سواء شق طريق وحده ولا كان معناتها طرف في حادث من الحوادث. عطنا الأمن 2014 الخطة المرورية للبقاء كما نعرفوا انطلقت اليوم عطلة آمنة. عطلة آمنة خلالها شهر رمضان، شهر رمضان عنده ليزة خاصة مختلف لهنا يلزمنا نعدوا من البرنامج بتاعنا خاصة الفترة المسائية قبل موعد الإفطار. لهنا نعطيك إحصائية بسيطة سيد الوزير. كان ناخذوا احصائيات حوادث المرور حسب الساعات في رمضان عمناو نلقاو معناتها ما بين الاربعة والسبعة متاع العشية اكثر تو متاع حوادث قادسية. لان عملنا خطة متاع المرور كونو التواجد يكون في الوقت هذاك وهذا لسببين اثنين وبيان تعب يعني واحد جاي من بعيد يوصل مؤخر والا السرعة اللي واحد خارج توا معناتها مش يعمل مسافة كبيرة مش يشق الفترة اللي عملية تلقيه للدوريات ما تمشيش تبدا معناتها السيستم واقف ما هذا اللي كرون دوفي نتاعو هو يبدا يتنقل في الطريق ودونك هنا يتم عمليه تلقين للعوامل نتاعنا مش يحفظوا الرجوع تاع الناس هذوما. واكبر من حجمك وصندوق سيد الوزير احنا قدمنا مطلب في 2020 خدينا الموافقه على 108 ملايين صرفنا على الكومبانيا نتاعنا اكثر من 150 الف دينار ما خدينيش حتى دور حوادث الطرقات هي السبب الأول للوفاة في تونس. وحربنا على الإرهاب ما فيناش 40 لكن 40 هذا من ينجم يكون في شهر قتل حوادث المرور شوف حوادث المرور معناها تكبد لنا خسارة في الأرواح إن شاء الله مع تضافر المجهودات مع الانتشار الأمني الحرس والشرطة وحدات الحماية المدنية الانتشار هذا سيقينا الكثير ورفع المحاضر سيقينا الكثير من الحوادث بتحسيس المواطن زادة بالومضات الإشعارية عبر الصحف عبر الإذاعات والقضائيات إن شاء الله معناها تتضافر الجهود لتقليل من الحوادث علما أنه نجحنا باش نقلل الحوادث المرور على مستوى نسبة الحوادث ونسبة الجرحى لكن نسبة القتلى لا زالت تراوح نفس المكان.